لست رشيقة بما يكفي، وقد أكون لا أشبه بقية لاعبة التنس، لكن ضربتي للكرة تختلف عن الجميع بالتأكيد. نجمة تونس المتلألئة وأول عربية تصل لربع نهائي بطولة ويمبلدون، انتصرت على المصنفة الأولى عالمياً وحققت أرقاماً كانت نادرة في بلاد العرب. تشجع ريال مدريد ومتزوجة من مدرب روسي. ما لا تعرفه عن بطلة تونس أنس جابر. ولدت أنس في 28 أغسطس عام 1994، وذلك في مدينة تتبع لولاية المنستيرة التونسية، لعائلة ميسورة الحال وشغوفة في الرياضة. فهي وبعمر 3 سنوات فتنت أنس بلعبة التنس، وذلك عندما شاهدت والدتها تمارسها كهواية لتعرفها على اللعب. وسريعاً انتقلت لتتدرب تحت قيادة المدرب نبيل مليكة، وذلك على مدار 10 أعوام متتالية، إلا أن سوء التجهيزات الرياضية في مدينتها أجبرها على الانتقال إلى العاصمة تونس لتلتحق هناك بالمعهد الرياضي المتخصص بالرياضيين الصاعدين في البلاد، وتدربت فيه لعدة سنوات حتى وصلت لمستوى عالي. وحينها وجدت نفسها أمام أبواب مغلقة، حيث لم تضع الحكومة التونسية أي خطة لتدريبها، وكانت الملاعب والمنشآت تفتقد للتجهيز اللازم، لتجبر على السفر خارج البلاد متجهة إلى فرنسا ثم بلجيكا، إذ تدربت في الدولتين على يد ألمع المدربين، وذلك على نفقتها الخاصة بدعم كبير من عائلتها. موهبتها الخاصة وأسلوب لعبها الفريد مكنها سريعاً من الدخول بالبطولات المرموقة، لتحقق لقب بطولة لبنان المفتوحة للتنس عام 2007، وذلك بالاشتراك مع مواطنتها نور عباس، ثم فازا معاً ببطولة الفجيرة للناشئين بالإمارات. استمر تطور أنس بشكل سريع حتى دخلت بطولات جراند سلام الشهيرة للناشئين، لتتمكن من الفوز بدورة رولان جاروس عام 2011، وتكون بذلك أول عربية تحصد أحد البطولات الكبرى. وحققت في ذات الدورة مفاجآت كبيرة، إذ انتصرت حينها على المصنفة الأولى عالمياً داريا غافريلوفا، ثم توالت التقدمات لها مع رابطة محترفات التنس، وتتالت مشاركتها في بطولات كبرى مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، حتى نجحت بالعام 2017 من الظهور في قائمة 100 الأوائل عالمياً. عام 2019 جاء التطور الأبرز في مسيرتها، حيث تمكنت من الوصول إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، وحققت انتصاراً بارعاً على المصنفة 19 عالمياً جوانا كونتا، كما حققت تقدماً في الترتيب العام لتصل للمرتبة 51 عالمياً، وتكرر وصولها لربع نهائي بطولة أستراليا في العام 2020، لتصعد بسلم الترتيب للمرتبة 31 عالمياً. أما العام 2021 فكان العام التاريخي للتونسية، حيث شاركت بالعديد من البطولات البارزة، ونجحت بحصد لقب تاريخي في بطولة برمنغهام كلاسيك، لتصل اليوم للمرتبة 16 عالمياً، في إنجاز لم يحدث من قبل بالتاريخ العربي والإفريقي. وبعيداً عن مسيرتها المرموقة، تميزت أنس جابر بأسلوب لعب خاص يتمحور حول مجموعة من الأساليب الفردية التي تطلق عليها اسم الضربات المجنونة، إذ تحاول توظيف ضرباتها لتكون صعبة على الخصم، وتحب تنفيذ الضربات اللولبية والضربات القصيرة على الوجه أيضاً، كما تتميز بحبها للعب على جميع الأرضيات دون اختلاف. وبعيداً عن عالم التنس والرياضة، فالشابة التونسية متزوجة من الروسي التونسي كريم كامون، وهو مدرب لياقة بدنية منذ العام 2017، ويعمل حالياً كمدرب خاص لها، كما أنها تتقن 3 لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية، وحالياً تتعلم الروسية. تحب أنس ممارسة كرة القدم بشكل ترفيهي، كما أنها من محبي نادي ريال مدريد الإسباني، وفازت في العام 2019 بجائزة أفضل امرأة عربية في فئة الرياضة،
ونجحت بعد شقاء وتعب بحجز مكان دائم لها في قائمة أفضل 100 لاعبة تنس في العالم مع انتصارات وإنجازات متتالية، كان آخرها تقدمها لما بعد ربع نهائي بطولة شيكاغو لتحفر اسمها في حروف من ذهب كأفضل لاعبة تونسية وعربية في تاريخ لعبة التنس.